Assalamu alaikum, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce tuto des yeux avec un code crease, avec du vert d'eau, du violet et du rose. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous aimez le plus voir dans mes vidéos, ça va m'aider. J'adore lire les commentaires pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous le savez. Allez, je vous fais de gros bisous à distance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم السلام عليكم.